وباش تبدا المقابله كما قلنا دوزيام جورني كونتر شبيبه اجلت فيو اللي شبيبه عندها ديكا نتاع كرافورد. الترتيب قبل 5-4 كنيوه لهنا يعمل الدرايف وينجح بشير حديدان في الاكرون ممتاز الباس مره اخرى وبشير حديدان مازالوا 6 سكوند بشير ينجح في الاولى قدامه فاروق بوسالم توصل عدامي من مي ديستونس ينجح يوصل الكره لاسعد شويه الثانيه من 3 بوان لاسعد شويه وتضيع 16 النادي الافريقي كما قلنا دوزيام فوت على بوخريس دو لونسي فرون الكريس ينجح في الاولى كريس كراوفورد في الثانيه كريس يخرج البرة البشير حديدان من 3 بوان ينجح وما ثلاثة كيف كيف ليتوال في سوسة باش تستقبل الملعب النابلي على الفام تاع الدوزيام كارتون حمزة الفضيلي في الإكران يوصل الكري كومبوزيسيون دي ديز إيكيب اللي هو علي العمري المروكي وحده من 3 بوان وينجح يجي حمزة الفضيلي في الإكران كريس من 3 توصل عمر الموحلي من 3 بوان وينجح يوم ضد جمعية أولوم يعمل درايف عمر الموحلي ينجح كارتون وفيو خليكم معنا كما قلنا نصلحوا التروازيام فوت ما كانش الفاروق ديدان مونتي بال ممتازه من كريس لاسعد شويه ينجح هبط حمزه الفضيلي في بلاصه بشير حديدان والدرايف طلع الكره توصل لعمر الموحلي من 3 بوان المره هذه ينجح 16 ثانيه على الفام تاع الثيرد كوارتر الموحلي وين وان عمر الموحلي بلاي ميكر نادي الافريقي في الوقت هذا مروكي النادي الافريقي 49 نجم حلق الواد كريس كراوفورد كريس من 3 بوان ومين لاسعد شويه ويعمل ممتاز ممتاز البلوك من مروكي بشير حديدان وينجح بريسيو عمر الموحلي في لي مومون هذوما بالاكسبيريونس نتاعو يدور وينجح مروكي بالثانيه ينجح والنجم الرياضي بحلق الواد 70 النادي الافريقي 67 حلق الواد.